أما بالنسبة للخبر الثالث معانا، ولي العهد السعودي يوافق على إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وطارود بميزانية تبلغ 704 مليون دولار، حيث أعلن الأمير محمد بن سلمان الموافقة على تطوير جزيرة دارين وطارود والمبادرات المستقبلية للجزيرة وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وطارود. كما تضمنت الموافقة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2.644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وده من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية والبيئية والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.